ومن الناصرة ينضم إلينا الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور سهيل. دكتور، لدينا بعض المعطيات تحتاج ربما إلى يعني تحليلك. هذه المظاهرات غير المسبوقة التي تشتعل بها شوارع تل أبيب وأمام وزارة الدفاع، تصريحات لإسرائيل كاتس يقول فيها إنه سيتم تأجيل العملية المزمعة في رفح إذا تم التوصل إلى اتفاق، وأخيرا وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن تل أبيب قدمت لحماس مقترحا فيه بعض أو كثير من التنازلات لحماس. ما الذي يدور أو يبدو في الأفق لديك دكتور سهيل بالنظر إلى هذه المعطيات؟ حياتي لك بداية ولجميع المشاهدات والمشاهدين. هناك سمات جديدة لهذه الاحتجاجات اليوم، منها على الأقل 4 سمات لم تكن في السابق. السمة الأولى، وسع هذه الاحتجاجات وعنفوانها وحدة رسائلها وغضب المحتقن لجمهور المحتجين، وهذا يعني لم يكن بالسابق بهذا الشكل، خاصة بعد صدور الفيديو من قبل المقاومة الفلسطينية المتعلقة بأسيرين 2 إسرائيليين في قطاع غزة. السمة الثانية هو بيان أهالي الأسرى الذي صدر، وهو بيان لافت وجديد من حيث المضمون والرسائل، وطالب لأول مرة منذ بداية هذه الاحتجاجات بوقف الحرب، وأن العمليات العسكرية أصبحت غير مجدية ولا تؤدي إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وطالبوا بعدم اجتياح رفح إطلاقا والذهاب إلى صفقة فورا، وهذا أمر لافت ولأول مرة يحدث بهذا الشكل. السمة الثالثة هي تصريحات نخب سياسية، وأتركز بتصريحات لبيد رئيس المعارضة، حيث قال وأيضا لأول مرة أنه إذا خيرت بين الحرب أو إبرام صفقة تبادل أسرى فسأختار صفقة تبادل أسرى وإنهاء هذه الحرب. وهذا أيضا يعتبر تطورا لافتا، وإضافة إلى كل الضغوطات الأخرى بما في ذلك المظاهرات الكبيرة لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة، وبينهم العديد من الجالية اليهودية دعني أقول، وهذا يؤثر أيضا على المجتمع الإسرائيلي أن هناك مجموعات يهودية غير قليلة تشارك في دعم الاحتجاجات في الولايات المتحدة، وتكون حصنا منيعا لتقول لوسائل الإعلام هناك أن ما هذه الاحتجاجات ليست معادية للسامية، وهي تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أمام كل هذه التحديات هنالك مرونة إسرائيلية في كل قضية. هو دكتور سهيل، يعني عطفا على كلام حضرتك واتصالا بما قلته، ربما يتصل به ما نطالعه الآن على الشاشة من هذا الخبر العاجل نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، بأن هناك مسؤولين بالمؤسسة الأمنية والعسكرية يقولون بأنهم ملزمون بدفع نتنياهو نحو صفقة الآن، والمشكلة هي الكابينت التابع له. كل المندوبين العسكريين والأمنيين في الكابينت يريدون، وأعلنوا ذلك رسميا بما في ذلك جالانت وزير الجيش، أيزنكوت وغانس أيضا بهذه الفكرة. الوحيد وليس أكثر في داخل كابينت الحرب المصغر هو نتنياهو يرفض ذلك، وفي الكابينت السياسي العسكري إضافة له أيضا سموتريتش ومن الخلف بن غفير. عدا ذلك الغالبية الساحقة شبه إجماع في مجلس الحرب هو من أجل صفقة. أود أن أشير إلى تطورين إضافيين يضغطان على متخذي القرارات في إسرائيل. الضغط الأول، الاجتماع السداسي التشاوري في السعودية لستة دول عربية، السعودية، مصر والإمارات والسلطة الفلسطينية
القطر والأردن من أجل والبيان الذي صدر قبل دقائق هو لافت للنظر بالمطالبة بعدم اجتياح رفح وقف إطلاق النار والذهاب إلى تسوية سياسية، وإضافة إلى ذلك توقيف كل العمليات في الضفة الغربية التي تؤدي إلى إجهاض إمكانية حل الدولتين المستقبلي. وهذا أمر مهم، وعلي أن أقول أن بايدن قد أرسل اليوم مساء رسالة واضحة إلى نتنياهو يقول بها عليك أن تختار بين رفح أو الرياض، بما معناه أتريد إذا اجتحت رفح سنخسر كل إمكانيات التفاهمات المستقبلية بالشرق الأوسط، وإذا البديل هو أن تختار الرؤية السياسية الإقليمية المرتبطة بتسويات إقليمية. وما المتوقع من نتنياهو دكتور سهيل في ضوء كل هذه التطورات التي أشرت إليها؟ حتى الآن نتنياهو انتقل من الموقف العلني بوسائل الإعلام وبالمؤتمرات الصحفية المعارض لمثل هذه الصفقة إلى السكوت والمعارضة الخجولة، دعني أقول، في داخل كابينة الحرب، ولكنه لم يعارض حتى الآن التدخل الأجهزة الأمنية مع وفد المفاوض الإسرائيلي وإعطائه الإشارة بأن هنالك نية إسرائيلية باتجاه صفقة تبادل أسرى، وتم إرسال جواب معين إلى الأطراف الوسطاء. ولكن هذا التغير، يعني دعني أقول أن نتنياهو يواجه ضغطين كبيرين. رفح بالنسبة لنتنياهو تحولت من فرصة للتلويح بها ومسمار جحا يتعامل معه إلى معضلة عندما يقول له بايدن عليك أن تختار بين رفح والرياض، عندما يقول له أهالي الأسرى في الداخل عليك أن تختار بين رفح والأسرى أبنائنا وأهالينا في قطاع غزة. هاتين الإشارتين ضاغطتين كثيرا على نتنياهو، وباعتقادي أنه ما زال يرفض، ما زال يحاول، ما زال يناور، ولكن صوته خافتا والتحديات المحيطة به ضاغطة جدا. نعم، شكرا لك الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الناصرة. شكرا لك دكتور.